بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في صحبة المسيرة الإيمانية مع كتاب الله، نعيش اليوم في رحاب الجزء التاسع، والذي يبدأ بقول الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بهذه الآيات الكريمة التي بينت ووضحت ما قاله الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب، ونحن نلاحظ أن رب العزة سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فتح بركات السماء والأرض وأنواع الخير والرزق لأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، آمنوا واتقوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الطريق إلى البركات الربانية وبركات السماء والأرض مفتوح لم يغلق، ولكن الناس هم الذين ابتعدوا عن الباب المفتوح وذهبوا إلى الباب المغلق، لم يذهبوا إلى الباب المفتوح الذي يأتيهم منه بركات من السماء والأرض، وهو باب الإيمان والتقوى. وطوفت بنا آيات هذا الجزء حتى ذكرت لما رجع موسى إلى قومه، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم
إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. هو ليس ابن أمه في الواقع، هو شقيق، ولكن التعبير القرآني جاء بلفظ الأم هنا لإثارة الحنان والشفقة. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وكان قد أخذ معه ما أخذ ظنا أنه ضعف عن الدعوة وعن الإيمان، كما بينت إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والآيات في هذا الجزء أيضا طوفت بنا ووصلت إلى قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت رحمة الله سبحانه وتعالى كل شيء في الدنيا، وتتدارك خلقه جميعا، فقد سمى نفسه الرحمن الرحيم. وتبدأ سور القرآن فيما عدا براءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وكان بالمؤمنين رحيما. رحمته التي وسعت كل شيء جعلها الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله جعل الرحمة 100 جزء، ادخر عنده 99 جزءا يرحم بها الخلق يوم القيامة، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء الواحد يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. انظر إلى أي مدى هذه الرحمة التي نزلت في الأرض جزء واحد، فما بالك بباقي الأجزاء التي ادخرها يوم القيامة 99 جزءا يرحم بها الخلق يوم القيامة. إنها الرحمة العظيمة، بل بعث بها رسولا رحمة للعالمين، ركز دعوته وجعلها في الرحمة، وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رؤوف رحيم بالأمة
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمته في الدنيا وفي التعاليم التي جاء بها، التشريعات التي وفانا بها، الدستور السماوي الذي أنزل عليه رحمة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور بعد أن كانوا يتخبطون في دياجير الظلام، فأخرجهم من الظلمات إلى النور رحمة بهم، ومن الجهالة إلى العلم، ومن الضيق إلى الفرج. كانت الناس قبل طه حيارة، يبطش القادرون بالغير ظلما ويضيعون بهجة ووقارا، ولأدنى الأمور قامت حروب مهلكات مخربات ديارا، فإذا البدر طالع في الدياجي ما رآه الظلام حتى توارى، جاءنا المصطفى بخير كتاب، بدل التربة فضة ونضارا، بدل الظلم والمطامع عدلا وأمانا، والليل صار نهارا. كان رحمة للعالمين في تعليماته وإرشاداته وآيات القرآن التي أنزلت عليه، وفي سنته المطهرة التي أرشدتنا إلى الجادة وإلى الصراط المستقيم. فرحم الناس بعضهم بعضا، وقال لهم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. رحمة يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يهرول كل الأمم إلى كل الأنبياء والمرسلين نبيا نبيا ورسولا رسولا من لدن آدم، وكل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى غيره وإلى غيره إلى أن يصلوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش، فيقول له رب العزة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فتكون له الكرامة الكبرى والرحمة العظمى بالشفاعة في هذا اليوم، حيث يشفع في انصراف الناس من الموقف ومن المقام الذي هم فيه، وهو ما يسمى بالمقام المحمود الذي ندعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهو صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه جميع الخلائق حين يشفع لهم بالانصراف من الموقف في يوم الهول والفزع الأكبر. يا صاحب الحوض، كم للناس من أمل في ورده يوم تسقي منه كل الظمي، لواءك الحمد يوم الدين ترفعه يمناك، يا سعد من تلقاه بالدعم، أنت الشفيع لنا
في يوم سدتنا تقوم وحدك، كل الرسل لم تقمي. يقول كل نبي من تهيبه نفسي، وتسجد للرحمن من أممي. تقول أنت لها يدعوك خالقنا، اشفع تشفع هنا للخلق كلهم. وهكذا نرى هذه الرحمات التي أشارت إليها الآيات، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يقومون على تقوى الله سبحانه وتعالى ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الرحمة التي عبرت عنها آيات القرآن، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة شاملة كاملة تتدارك الخلق جميعا في دنياهم وفي أخراهم. وكان من سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث رحمة للعالمين، وبعث بالعفو. وفي قوله تعالى في هذا الجزء لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ما هذا يا جبريل، قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. إنها ثلاثة أمور سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما قال لهم ما هذا يا جبريل، قال إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، الذي ظلمك اعفو عنه، وتعطي من حرمك، الذي منعك ولم يعطك أنت أعطي، وتصل من قطعك، من قطعك عليك أن تصله. وهنا ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه، وأنه علم أمته هذا التراحم وهذه العظمة وهذه المكانة التي تسعد بها في دنياها وتسعد بها في أخرى. ورحمتي وسعت كل شيء بشارة لكل المؤمنين في كل الأرض الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ويتناول هذا الجزء أيضا من سورة الأنفال التي تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصلحوا ذات بينكم في الدنيا يصلح الله ذات بينكم في الآخرة، لأن في مسند يعلى حديث يقول في هذه الآية أن الرسول معهم إذ به يضحك حتى بدت ثناياه، فسألوه فقال رجلان من أمتي جثيا أمام رب العزة. جلس على الركب، جثيا يعني جلس على الركب، طالب أحدهما حقه من أخيه، مظلمة في يوم ترد فيه المظالم بشكل مختلف. فلما طالب بمظلمته من أخيه قال رب العزة أعطي أخاك حقك. قال يا ربي لم يبقى من حسناتي شيء، قال فلتتحمل عنه من سيئاته. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على واحد من أمته، وقال إن هذا ليوم يحتاج الناس فيه إلى من يتحمل عنهم. ثم قال لهذا المظلوم انظر، فنظر فرأى قصورا من ذهب ومكللا بالياقوت وهو لؤلؤ المجوف ومعادن وأشياء باهرة وممتازة. قال يا ربي لأي ملك هذا؟ لأي شهيد؟ قال لك إذا دفعت ثمنها. قال ومن يملك ثمنها؟ قال أنت. قال بماذا يا ربي؟ قال بعفوك عن أخيك. فعفى عن أخيه وقال خذ بيد أخيك فأدخله معك الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصلحوا ذات بينكم في الدنيا يصلح الله ذات بينكم في الآخرة. المقابل الجزاء، أصلحتم ذات بينكم في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يصلح ذات بينكم في الآخرة. وبالله التوفيق.